السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله معنا في حلقة جديدة من المطبخ الصحي من برنامج عوافي. اليوم أطباقنا جدا لذيذة مثل ما عودناكم، دايما عندنا شوربة الدجاج بالذرة والشوفان، وعندنا مضروبة الربيان بالإضافة إلى المشروب لليوم قمر الدين. تعالوا أول خلونا نشوف مشترياتنا وبعدين نرجع لأطباقنا. اليوم راح نتكلم عن قمر الدين، مثل ما احنا عارفين من المشروبات الجدا لذيذة على السفرة الرمضانية. قمر الدين مصنوع من المشمش، وأيضا فيه العديد من المعادن والفيتامينات تحافظ على سلامة القلب وأيضا الجهاز الهضمي، لاحتوائه على البوتاسيوم وفيتامين ألف. قمر الدين مثل ما احنا عارفين مصنوع من عجينة المشمش. دائما لما نشتري قمر الدين نتأكد ان القطعة عندنا لينة وناعمة وريحتها حلوة ومستساقة، وايضا تم استحداث العديد من انواعه، فسووا لنا قمر الدين على جوافة وعلى اناناس وعلى فراولة بالاضافة الى نكهة البرتقال. ناخذ مشمشنا ونروح نكمل مشترياتنا. ويلا نبتدي مع طبقنا الأول، شوربة الدجاج مع الذرة والشوفان. مثل ما نشوف عندنا صدر من الدجاج قطعناه أو بالأحرى فرمناه بالسكين. عندي كوب من الذرة وعندي شوية بصل أخضر قطعتهم شرايح، أيضا عندي ملح وعندي فلفل أسود وعندي ملعقة من المارجرين أو الزبدة النباتية، وعندي هني كوبين من الماء ضربتهم بالخلاط مع كوب من الشوفان. نبتدي طبقنا. في قدرنا راح ننزل المارجرين، مجرد بس ما تصيح عندي راح أنزل عليها صدور الدجاج المفرومة. أقلبها بسرعة لحد ما تبيض عندي. راح أضيف له الفلفل الأسود والملح. الحين راح أنزل عليها البصل وأقلبه معاها. مجرد ما يذبل عندي البصل راح أضيف الذرة. الحين راح نضيف خليط الماي والشوفان اللي ضربناهم بالخلاط. هذه شوربتنا شارفت على النضوج، خليها بس 10 دقائق لحد ما تغلي وتغلظ ويستوي عندنا الشوفان ونصير جاهزين ان احنا نقدمها. والحين نشوف شوربتنا بعد ما جهزت، صار وقت انها ننشبها. تقريبا تكفي 4 أشخاص. راح أزينها بشوية بقدونس مفرومين، وهذه شوربتنا لليوم صارت جاهزة. ننتقل الحين إلى طبقنا الرئيسي، مضروبة الربيان. رجعنا لكم بطبقنا الثاني مضروبة الربيان. مقاديرنا مثل ما نشوف، عندنا كيلو من السلق، عندنا كيلو من الربيان، عندنا كوبين من العيش، عندنا طماط مقطع ناعم، بصل مقطع ناعم، وكوب من الشوفان بالإضافة إلى الثوم والبصل الأخضر والشبنت والبقدونس، وراح نحمسها بشوية زيت زيتون. وعندي أيضا بهاراتي اللي ما أستغني عنها، عندي الدارسين والفلفل الأسود والكركم والبزار القطري والبزار المجروش، عبارة عن
كمون وكزبرة وحبات من الهيل، عندي هيل مطحون وعندي ليمون أسود، وجدا مهم إن احنا نضيف ليمون الأسود في المضروبة عساس يعطيها الحموضة الحلوة. وطبعا ما راح أنسى آخر شيء عصير الطماط. نبتدي طبختنا. تحمير البصل، مجرد ما يبتدي البصل يتحمر عندي راح أنزل عليه الزيت، وأيضا راح أضيف الثوم، راح ننزل الربيان، وابتدي أقلب لحد ما يطلع الربيان مايه وينشف. الحين راح أضيف الطماط والبصل الأخضر والبقدونس والشبت أضيف بهاراتي، ملعقة من الفلفل الأسود، ملعقة صغيرة، ملعقة صغيرة من الكركم، ملعقة صغيرة من الدارسين والبهار الخشن، رشة من الهيل، وملعقة كبيرة من الليمون الأسود، وملعقتين من البزار القطري. راح أغطي عليهم على أساس تختلط عندي الروايح. الحين راح أضيف له عصير الطماط وأوراق السلق الحين راح أضيف العيش المغسول والمنقوع وأقلبه معاه، راح أضيف لهم الماء المغلي، راح أنتظر جدري لحد ما يستوي عندي الربيان وينضع عندي العيش، وننتقل إلى الفقرة الرياضية ونرجع لطبختنا. مرحبا فيكم في الفقرة الرياضية، الحلقة الخامسة، فئة كبار السن. اليوم عندي لكم تمارين جديدة، مطلوب عليكم تطبقون التمارين 10 تكرار 3 مرات. نبدأ بالتمرين الأول، حاول تمد رجلك، تفتح الرجل وتسكرها، هذا تكرار 1 2 3 4 5 6 7 8. تكررون هالتمرين 10 تكرار 3 مرات. بعدها راح ننتقل للتمرين الثاني، حط يدك ورا راسك، تحاول تنزل اكثر مدى ممكن تنزل له، 1 2 3 4 5 6 7 8. ايضا هالتمرين مطلوب عليكم تكررونه 10 تكرار 3 مرات. التمرين الاخير نفس الشيء، تحط اليد ورا الراس، تحاول تضرب كوعك في ركبتك، 1 2 3 4. كل طقة يمين ويسار تعتبر تكرار 1. اللي ما يقدر
ينزل لين الركبة، ممكن ينزل أقصى مدى ممكن ينزل له هالطريقة. أيضا هذا التمرين مطلوب عليكم تكراره 10 تكرار 3 جولات. كذي خلصنا من تمارين اليوم، نشوفكم مع تمارين جديدة بكرة. أمان الله. مضروبتنا صارت جاهزة، استوى عندنا الربيان، انهرس عندنا العيش. آخر خطوة راح نضيفها اللي هي الشوفان اللي راح تجمد لنا المضروبة. سؤال حلقتنا لليوم يقول: قمر الدين، من ماذا يصنع قمر الدين؟ يصنع من الخوخ أم المشمش أم البرقوق؟ من ماذا يصنع قمر الدين؟ من الخوخ، المشمش أو البرقوق؟ جوائزنا قيمة جدا، مقدمة من اللولو هايبر ماركت. أتمنى لكم الفوز. وهذه مضروبتنا اللذيذة والخنينة صارت جاهزة، والحين صرنا مستعدين إن احنا نقدمها. راح أقدمها مع الدهنة القطرية، ما راح أضيفها ولكني راح أقدمها جنبها. طبقنا صار جاهز، وننتقل الحين إلى طبقنا الثالث. طبقنا الثالث والأخير إن شاء الله لحلقة اليوم عصير قمر الدين. وصلنا لآخر وصفة في حلقتنا لليوم، وهي شراب قمر الدين. شراب قمر الدين هو معجون من المشمش، فاكهة المشمش الغنية بالفيتامينات والألياف المعدنية المفيدة جدا للجسم، فيها كمية رائعة ومناسبة من الألياف اللي تساعد في عملية الهضم. أيضا فيها كميات من السكر تعوض فترة الصيام الطويلة. هني احنا استعملنا لفائف قمر الدين الجاهزة، ما راح نضيف لها أي كمية من السكر، راح نكتفي بكمية السكر الموجودة فيها، عندي ربع لفة منها. أول شيء راح أسويه أني قطعتها وأضفت لها 2 كوب من الماء المغلي وأخليها لمدة 6 ساعات تقريبا. عقبها راح أضربها بالخلاط اليدوي، راح أضيفه إلى لتر من الماء، هذا هو خليطنا لقمر الدين. الحين راح نضيفه في الجيك اللي راح نقدم فيه، عبيناه بالثلج. في الأخير راح أضيف لها رشة من ماء الورد، تحبون ماء الورد ضيفوه، تحبون ماء الزهر براحتكم. وهذه شراب قمر الدين صار جاهز عندنا للتقديم. نذكركم بسؤال حلقتنا لليوم: شراب قمر الدين، من ماذا يصنع شراب قمر الدين؟ من الخوخ، من المشمش، من البرقوق؟ جوائزنا مقدمة من اللولو هايبر ماركت، جوائز جدا قيمة، أتمنى لكم الفوز. وصلنا إلى نهاية حلقتنا لليوم، أذكركم بأطباقنا، كانت شوربة الدجاج مع الذرة والشوفان، وبعدين صارت عندنا مضروبة الربيان، وختمناها بشراب قمر الدين. نشوفكم باكر على خير، مع السلامة.